في بلد النبي كل الأطفال يحبوا المناسبة دي قوي، لها مظاهر خاصة بيها جدا، غير العروسة والحصان والحاجات الجميلة دي. الحلوة، حلوة المولد لما بتظهر في الرؤية أو في منام، كل التفسير هنا إيه؟ بصي، هو لو احنا قريبين من مولد النبي عليه الصلاة والسلام، بتكون فيها انت عارفة لم خير كده في المكان نفسه، بتبقى لم شمل وبتبقى فيها فرحة، وفعلا ان مولد النبي عليه الصلاة والسلام هيعدي عليهم الوقت ده على خير بأمر الله. أما لو بيشوفها في أوقات تانية يعني بعيدة عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام بشهور، فدي بتبقى بداية مناسبة مقبلة عليه. طيب أنا هسألك بقى عن أكل الحلويات.